السلام عليكم. من شهرين كده طلع كلام من جميع برامج التوك شو واعلام السوشيال ميديا، سواء مواقع او قنوات يوتيوب لصحفيين كبار، ان اشرف بن شرقي في مفاوضات مع النادي الاهلي والكلام على المقابل المادي، واللاعب مرحب بشده للانتقال الى النادي الاهلي. وقتها لما اتسال امير توفيق عن الكلام ده قال بالنص يحق للنادي الاهلي المفاوضات مع اي لاعب عقده منتهي مع ناديه، وما انكرش الكلام او المفاوضات مع اشرف بن شرقي ولا حتى صدق عليها. بعدها اتفاجئنا ان الاهلي واقف المفاوضات سبب غير معلوم خالص، وفي بعض التقارير قالت ان الاهلي مش عايز يدخل في مفاوضات مع اي لاعب في الزمالك حتى لو عقده منتهي. ده اللي بياخدنا لنفس التوقيت بتاع اخبار تفاوض الاهلي مع بن شرقي. طلع نادي الزمالك وعمل 4 صفقات من لاعبات النادي الاهلي في الكرة الطائرة، وهم دانا شوقي ومايا ممدوح ومريم متولي وفريدة العسقلاني. والرد هنا كان في جرأة نادي الزمالك على عكس النادي الاهلي اللي رفض التفاوض مع لاعب حر اصلا ولاعب مش في الزمالك. طب تعالى نشوف عوائد تعاقدك مع بن شرقي. وبالمناسبة في كلام الفترة دي بيقول ان بن شرقي المفاوضات بينه وبين الاهلي رجعت تاني، ولكن انا ما بقولكش خبر موثوق منه، ولكن انا بحاول اشوف المشهد بيني وبينك وبنحاول نفسر اللي بيحصل في الصفقة دي. عوائد تعاقدك مع بن شرقي: لاعب حافظ وعارف الدوري المصري بشكل كويس والكرة الافريقية، ولاعب مؤثر جدا في ناديه بشكل كبير جدا، وامكانياته كبيرة جدا واعتقد كلنا عارفينها، والاهم انه افضل من كل الاجنحة في النادي الاهلي في الموسم ده بالتحديد. ولو اتكلمنا على الارقام فهو اعلى جناح في الدوري اخر 5 سنين. واخر حاجة ان اللاعب عايزك ومش رافض انه ينضم للنادي الاهلي، وانت في الاخر تيجي تقول لي لا مش عاوزه. يعني انت مش عايز لاعب في المواصفات دي كلها وكمان عنده 27 سنة، يعني قدامه 4 سنين فورمة عالية كمان. بن شرقي لاعب بامكانيات كبيرة، حريف جدا ومراوغ جيد جدا، بيقدر يلعب على الجناح الشمال وصانع اللعب، وبيخش كمان مهاجم تاني، مسدد هايل جدا على المرمى، ورغم كورته المميزة فرديا ولكنه لاعب جماعة على اعلى مستوى. الخلاصة ان احنا خسرنا لاعب زي ده بصراحة. كنت اتمنى انه ينضم الى الاهلي مش علشان بس تاخد لعيب من الزمالك ولا كده، لا، علشان انت محتاج كواليتي زي دي، لانه فعلا اعلى من كل الاجنحة اليسرى عندك في الفريق، ولاعب فعلا امكانياته كويسة جدا. واحد هيقول لي طب يا طوفان معنى كده ان بن شرقي مجاز زيه ولاعب سحر وبتاع؟ بص يا صديقي، انا ما قلتلكش كده، كل اللي انا قلته ان هو اكتر لاعب ممكن يخش معاك بسرعة في التجانس، لانه لاعب عارف البطولات اللي انت بتلعب فيها، ولكن ان هو مفيش زيه ولا كده، لا طبعا، في افضل منه بكتير جدا ولاعبين بكواليتي عالية جدا، ولكن اي لاعب اجنبي هيجي هيحتاج وقت للتجانس مع التيم علشان يقدر يفرد نفسه ويقدر يفيدك. فقصة التعاقد مع بن شرقي لو فعلا اتفتحت تاني والنادي الاهلي فيه مفاوضات بينه وبين بن شرقي، فدي صفقة ممتازة جدا وهتفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وانا اتمنى فعلا ان الصفقة دي تخلص لصالح النادي الاهلي. ودي كانت وجهة نظري في الغاء مفاوضات الاهلي مع اشرف بن شرقي. وكده انتهت الحلقة، انا قلت رأيي ومستني اسمع رأيك علشان ده مهم عندي جدا. اخيرا اوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتوحد الله، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة، وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقة جديدة. سلام.